أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يجوز أن نطلب من العلماء والصالحين الدعاء لنا أم أن ذلك لا يجوز؟ يجوز، يجوز أنك تطلب من الصالحين أن يدعو لك بالشفاء، بالعلم، بالرزق، لكن كونك أنت اللي تدعو ربك أحسن، ولا تحتاج إلى الناس. كونك أنت تدعو الله أحسن من أنك تطلب من الناس. نعم.